تتمردين. لا لا، الشيعة يتفقون على سين، انت تروحين ويا صح. التزامي مع السيد المالكي خسرني هواي. ربما لا تجيدين العمل السياسي. دور الذيل يمكن انا ما اجي. بعد 21 عام كم نجحت؟ بدوا يتحدثون بتغيير القانون الانتخابي حتى لا يعود السوداني لولاية ثانية. هل يجوز التصويت لشخص مجد لصدام حسين؟ قبل يومين ضيف يمك بالاستوديو هم كان طالع يمدح صدام. هذا كلام ترى راح يشكل هجوم عليه. احنا للحكم وللرغم الاثنان معا. شكرا للفيفا لان انتصفت لكرامة المرأة العراقية. شلون تصورين شكل العراق بعد وفاة السيستاني؟ القصر على قناة الرابعة. رمضان بيكم أحلى.